مرحبا طلاب، كيف حالكم؟ إن شاء الله زينين. بإذن الله بهذا الفيديو راح أشرح لكم على دائرة The Summing Amplifier اللي يصير عندها اسم لاخ اللي هو الانفيرتينج آدر في حال قيم المقامات ما تساوت. الخريطة ما الدائرة هي مثل ما هاي قاعدة تشوفوها قدامكم. نيجي نباوع على الترجمة ونوضحها همينة. إذا احنا أخذنا نظرة على دائرة The Summing Amplifier راح نلاحظ بأنها تشبه كلش دائرة الانفيرتينج أمبليفاير. هاي الدائرة كلش تشبه دائرة الانفيرتنج امبليفاير. طبعا بس هاي اذا جزء يعني هذا من انا وجو هذا المربع كله تشيلوه، هذا شوفون هاي المقامة الأخرى وهاي المصدر الثاني وهاي المقامة الأخيرة وهذا المصدر، هذا كله تشيلوه، هذا المربع اللي هسه انا قاعد أشر عليه، حتصير الدائرة بالضبط نفس دائرة الانفيرتنج امبليفاير. شنو الاختلاف بيناتهم؟ The only difference is that it consists of many input voltages. ما معناته بأنها تتكون، خل نرسم مستطيل بس عم نوضح لكم يا جزء اللي احنا نريد نشيله. اذا هذا الجزء وين؟ ليش هيجي؟ هذا المستطيل ليش اجى هنا؟ تعال خلينا نشيلك نحطك هنا بالمكان اللي انا اريده. ليش راح على اول صفحه؟ اللي هنا. اذا احنا جبنا في المستطيل هيك ضمينا هذا الجزء كله هذا، حتصفى عندي هاي الدائرة، طبعا هاي الجزء احنا هذا خفيناه. حتصفى عندي بين هاي الدائرة هي بالضبط نفس دائرة الانفيرتنج امبليفاير. شنو الاختلاف بيناتهن؟ The only difference is that it consists of many input voltages. الاختلاف الوحيد بينها تكون مجموعة من مصادر الادخال بدلا من مصدر واحد. For this case لهالقاعدة احنا نستخدم قاعدة السوبر بوزيشن. قاعدة السوبر بوزيشن شو تقول لكم؟ بان احنا اذا عندنا هيجي دائرة بها مجموعة ادخالات كلش هواية، المفروض اول شيء ناخذ تأثير الاوتبوت الاول بحسب تأثير المصدر الانبوت الاول، بعدين احنا نطلع في اوتبوت 1 اللي هو الجزء الاول من الفي اوتبوت باخذ نظر اعتبار فقط في 1، وراها نطلع في اوتبوت 2، بين شو نسوي؟ نكنسل الفي 1 ونكنسل كل بقية الفيات، خلي اجيب هذا الصندوق نفسه مرت الاخ، اسوي من عنده كوبي واجيبها هنا. نطلع الفي اوتبوت 2، شو نقول؟ نقول هي نفسها عبارة عن نحسب تأثير المات الدائرة حسب الإدخال ماتي اللي هو فقط V2. V2 قاعد يجي فولتية من أنا بهالمقامة وقاعد يصعد وهكذا. ال V out 3 نفس الشيء بحسب تأثير ال V3، إلا نحن نخلصهن كلهن. وأنا ما نخلصهن كلهن، V out الأخيرة إحنا نريدها اللي نفسها V out total يساوي V out الأولى زائد V out الثانية زائد V out الثالثة وهكذا. عندكم بس تلاحظون بين في اوتبوت الاولى اللي هي هاي، احنا لما نخفي كل شيء باقي بس في اوت في 1. في اوتبوت الاولى هي بالضبط نفس دائره الانفيرتنج امبليفاير. اذا نقدر احنا نعامل الجزء الاول من الدائره بان هي في اوتبوت تساوي لنا سالب هاي المقاومه على هاي المقاومه في في انبوت. ليش هذا القانون احنا اشتقيناه بدائره الانفيرتنج امبليفاير اللي هي قلنا بين في اوتبوت تساوي لنا سالب المقاومه اللي قاعده تسوي فيدباك على المقاومه الاساسيه مضروبه في الفي انبوت. الفي انبوت طبعا هنا صايره مقام بهذا الحد على اليسرى، اقدر احودها للحد على اليمنى تصير باست. بس عندي في اختلاف لا خمنة بسيط، ليش المقامه اللي فوق سميتها بهالدائره ار اف؟ سميتها ار اف ما سميتها ار2، لان الار2 هي المقامه المربوطه على المصدر الثاني اللي هي هاي المقاومه، ما سميتها ار3 لان ار3 هي المقامه المربوطه على المصدر الثالث وهكذا. الار اف اسم موحد بان هي فيدباك ريزيستر، المقامه اللي قاعد تسوي اني عندي تغذيه عكسيه. نجي نباوع. قاعدة السوبر بوزيشن تنص بان احنا لكي نحصل على الاوتبوت الاخير يجب علينا اولا اخذ نظر اعتبار فقط مصدر ادخال الاول ونوجد الجزء الاول من فولتية الاخراج باخذ نظر الاعتبار فقط هذا الادخال مع كنسلة بقية الادخالات، ومن ثم ناخذ بنظر الاعتبار طرف الادخال الثاني ونوجد الجزء الثاني من فولتية الاخراج اخذ بنظر الاعتبار فقط هذا الادخال، مع العلم بان حنكنسل بهالفترة بقية الادخالات الاول والثالث والرابع وهكذا، ونظل احنا نسوي هالعمليه الى ان نخلص كل مصادر ادخال ماتي. عندي مصدرين ادخال، اذا مرتين انا اقوم بهالعمليه. عندي ثلاث مصادر ادخال، اذا انا ثلاث مرات اقوم بهالعمليه. وبعدين احنا نجمع كل قيم الاوتبوت. هسه اذا احنا طبقنا قاعده السوبر بوزيشن على دائره السمنج امبليفاير راح نشوف ان احنا لما ناخذ نظر اعتبار فقط في 1 اذا ماتي دائره هي انفيرتنج امبليفاير. وير دائره الانفيرتنج امبليفاير في اوتبوت الجزء الاول من عندها يساوي سالب في 1 ار اف على ار 1. هذا اشتقيناه دائره الانفيرتنج امبليفاير. اوكي هذا قانون اشتقيناه، كان بس عندي الفي 1 او الفي انبوت كانت موجوده هنا بمقام الحد اللي على اليسرى حولناها البسط الحد اللي على اليمنى. هذا هو الجزء الاول من فولتية الاوتبوت. الجزء الثاني هي نفسها
بس بدل الفي اوت اوف 1 حنطلع الجزء الثاني هو في اوت اوف 2، وبدل الفي 1 حنقول في 2، وحنقسم مو على ار 1، الار 1 هي موجوده على المصدر اللي هو في 1 تكنسلت، حنقسم على ار 2 اللي هي المقامه المربوطه على في 2، وهكذا الى ان نوصل اخر مصدر نحن سميناه هنا حرف ان، ما كان عددهم، قد يكون المصدر الثاني هو اخر مصدر، او قد يكون ثلاثة او أربعة، ان قيمتها على عدد المصادر اللي احنا موجوده عندنا بالدائره. وراها لازم نحسب او بلا صح نجمع كل هذني فولتيات الاوتوماتي. شو راح نحصل؟ في اوتوت الثانيه، في اوتوت الاولى، زادا في اوتوت الثانيه، زادا في اوتوت الثالثه، لحد ما نوصل زادا في اوتوت الاخيره. في اوتوت الاولى هي شنو؟ سالب في 1 ار اف على ار 1. في اوتوت الثانيه سالب في 2 ار اف على ار 2. في اوتوت الثالثه سالب في 3 ار اف على ار 3. تلاحظون بين الار اف موجوده بالبسط طعن السالب والار اف، السالب كم عامل ضرب والار اف موجوده بحدود كلها، اقدر اخذهن اطلعهن برا بين هنا، يعني خلينا نقول عامل مشترك بين الحدود كلها، فاقول بين الفئات الكليه يساوي سالب ار اف، وافتح قوس كبير مال المجموعه. اول شيء اقول في 1 على ار 1 هذا الحد، اذا اخذ من عنده سالب ار اف كعامل مشترك ايش حيبقى عندي؟ حيبقى عندي داخل القوس في 1 على ار 1 هذا الحد، اذا اخذ من عنده سالب ار اف عامل مشترك خارج قوس ايش حيبقى عندي؟ v2 على r2، وهكذا زائدا v3 على r3، زائدا v4 على r4، الى حد ما نوصل اخر فولتيه على المقاومه مال هذيك الفولتيه. هاي الدائره الحد الاشتقاق لحد هاللحظه هي اسمها سامينج امبليفاير. اوكي، سامينج امبليفاير ما عندنا احنا اي مشكله. هاي الدائره يصير اسمها انفيرتنج ادر اذا قيم المقامات كلها مساويه، r1 يساوي لنا r2 يساوي لنا r3 يساوي لنا r4 يساوي لنا rn ويساوي لنا rf همينه. يعني مو بس المقاومات اللي على ادخال كلهن مساويات، خل اشيل هذني ماتي المستطيلات اللي نزلتها، مو بس لان المقامات كلهن مساويات، لا اذا هذني كلهن مساويات ومساويات لقيمه هالمقاومه همينه، يصير الدائره اسمها انفيرتنج ادر. وهسه حتشوفون ليش. اذا عوضنا الار اف يساوي ار 1 يساوي ار 2 يساوي ار 3 بالمعادله هاي اللي فوق، شو راح نحصل؟ احنا مو عندنا خارج قوس اكو ار اف، وهنا عندي بالمقام همينه اكو ار، افترضوا هنني كلهن قيمتهم مثلا هاي 1 كيلو هاي همينه 1 كيلو هاي 1 كيلو هاي 1 كيلو، هذا بسط قاعد ينضرب بالبسط مال كل الحدود، وهذني موجودات بالمقامات مال كل الحدود. اللي حيصفى عندي ورا ما اختصر الرياضيات مالتي انا ايش حيصير؟ حيطلع عندي بين في اوت تساوي سالب هاي الخارج قوس بعدها موجوده، افتح قوس كبير في 1 زائدا في 2 زائدا في 3 زائدا في 4 لحد ما اوصل اخر في، اخر فولتيه ادخال موجوده عندي. هاي اذا تلاحظون هاي اللي داخل قوس هي عمليه ادر، هاي ادر المجموع كلش ورا ما ينجمع ونضربه اشاره سالبه، هاي اذا هي انفيرتنج، هاي الدائره يصير اسمها انفيرتنج ادر. هاي الدائرة أنا منطيكم عليها مثال بالمنظمة الثالثة بصفحة رقم 9. أوكي، ذا سامينج أمبليفاير. طبعا مو منطيكم مثال على السامينج أمبليفاير وأنا ما رأسا آدر لقيم المقامات بهم الساعي بصفحة رقم 9. حسب ما أظن افترضت فد حالة another question on the same circuit، هذا السؤال الآخر على نفس الدائرة بصفحة رقم 10 من صفحة رقم 11 سوري من المنظمة الثالثة، إذا كانت مات المصادر دي سي. وراها همينة حسب ما ذكر منطيكم فد حالة اللي هاي. هاي حالة لخة همنا بالمنظمة الثالثة طبعا، هاي بصفحة رقم 12 اللي هي بالضبط آخر صفحة بالمنظمة الثالثة، قلت لكم مفترض الحالة إذا وحدة من المقامات غيرنا قيمتها، المقامة اللي على R1 اللي هي R1 غيرناها، بهالحالة هاي الدائرة صارت مو انفيرتنج آدر وإنما سامينج أمبليفاير. بإذن الله دائرة الدفرنس أمبليفاير عد على الفيديو الجاي، واللي عندها اسم لاخ اسم السبتراكتر إذا قيم المقامات أربعة تساون، هاي على الفيديو الجاي إذا الله سهل. إذا عندكم أي استفسار كتبوا لي بالتعليقات ما راح أقصر وياكم، وكالعادة هاشتاك خليكم بالبيت، بإذن الله يا ربي نطلع من هالأزمة كنا سلامات ونرجع نتشوف. أوكي شباب، يلا مع السلامة، باي.